وحدات الجيش العربي السوري تستعيد مضخة مياه الخفصة شرق حلب، وتكبد الإرهابيين خسائر كبيرة على أكثر من محور. كازاخستان بانتظار تأكيد موعد أستنا 3، وديمستورا يدعو لجولة جديدة من حوار جنيف 23 من الجاري. منظمة طبية سويدية تفضح بعضا من جرائم وأكاذيب ما يسمى القبعات البيض. حياكم الله إلى استوديو الحدث. لأن جراحهم نزفت ونخوة عزهم عزفت نشيد المجد للأوطان، لأن الأرض مطلبهم ونور الحق مركبهم، تجرد من بقيتهم رجال آمنوا قرأوا إذا جاء، رجال عاهدوا صدقوا وقد شاءوا كما شاء، صفاء النفس وحدهم فجل حديثهم صمت وبعض الصمت إيماء، لذا هبوا كأعصار فلا يبقي ولا يذر. عمليات مكثفة لوحدات الجيش العربي السوري على أكثر من محور، مستهدفة إرهابي داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بهما، وهو ما ينص عليه اتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا. في دير الزور يواصل سلاح الجو تنفيذ غاراته على مواقع إرهابي داعش في المدينة ومحيطها، بينما يستهدف سلاح الجو أيضا تجمعات ومستودعات لإرهابي جبهة النصرة في كفر نبل بريف إدلب الجنوبي. سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري نفذ سلسلة رمايات على تجمعات وأوكار تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة لها في عدد من قرى الريف الجنوبي لمدينة إدلب، ضربات تؤدي بمجملها إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتكبدهم خسائر كبيرة بالأفراد والأعتاد. البداية من حلب، حيث أعلن مصدر عسكري أن وحدات القوات المسلحة استعادت السيطرة على مضخة مياه الخفصة بالريف الشرقي للمحافظة، وكانت كاميرا الأخبارية رصدت المناطق التي تقدمت إليها وحدات القوات المسلحة في الريف الشرقي لحلب، والتي أدت إلى السيطرة على نحو 1200 كيلومتر مربع بما تتضمنه من قرى وبلدات أهمها منطقة الخفصة. متابع الإخبارية السورية، جولة لعدسة الإخبارية السورية باتجاه الريف الشرقي من مدينة حلب. هذه الجولة هي بدأت عند خطوط الدفاعية الأولية لتنظيم داعش الإرهابي والتي اخترقها الجيش العربي السوري بكل قوة البداية من تيارا. الآن نحن وصلنا إلى قرى على يمين عدسة الإخبارية السورية، قرية أعبد، وأيضا إذا ما تحدثنا وانتقلنا على شمال شاشة الإخبارية السورية باتجاه قرية شامر. إذن الجيش العربي السوري تقدم وسيطر على عشرات أو لربما مئات القرى في الريف الشرقي. متابعينا، نحن وصلنا إلى قرية وتلة صوران الاستراتيجية في الريف الشرقي لمدينة حلب. ذكرنا بأن هنالك تحصينات كبيرة استخدمها تنظيم داعش الإرهابي، وهذا المرصد أيضا الذي استخدمه العدو عند هذه التلة. هذه التلة استراتيجية مطلة على عدة قرى، نلاحظ واقع القرى في عمق شاشة الإخبارية السورية. الجيش العربي السوري عند بدء عملية الريف الشرقي استعاد السيطرة على أكثر من 1200 كيلو متر مربع. هذه السيطرة أتت في إطار الحملة العسكرية باتجاه الشرق والجنوب الشرق من مدينة حلب، وهذه العمليات هي اتسمت بالدقة. الجيش والقوات المسلحة حرر خلال هذه العملية أكثر من 115 قرية بجبهة لا أقل
من 20 كيلومتر وبعمق لا أقل من 65 كيلومتر. مساحة الأراضي التي تم تحريرها من قبل بواسطة قواتنا المسلحة والقوات الرديفة لا أقل من 1250 كيلومتر مربع. هاي تحصينات هون ثلث الشوايا، هاي تحصينات العدو الكفرة من خنادق وغرف وتحصينات هندسية. المهمة أوشكت على الانتهاء، أكثر من 1000 قتيل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي عبر خطة عسكرية ومدروسة أتت من قبل قوات الجيش العربي السوري في عمق الشرق وجنوب الشرق من مدينة حلب. هذه العمليات أوصلت قواتنا المسلحة إلى مشارف مضخة الخفصة 4 كيلومتر تفصل قوات الجيش العربي السوري عن خزان مياه مدينة حلب. وليد هناي، الإخبارية السورية، ريف حلب الشرقي. حكم الله مشاهدينا الكرام، للحديث حول هذه التفاصيل نرحب بضيفنا في استوديو الحدث لهذا اليوم سيادة اللواء المتقاعد محمد عباس محمد الخبير العسكري والاستراتيجي، ينضم إلينا بعد لحظات من الآن عبر الأقمار الصناعية مدينة حلب. زميلنا أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية في مدينة حلب. اسمحنا سيادة اللواء نبدأ مباشرة في حلب. أنس، مساء الخير. مساء النور، تحية لك حسين. ضعنا بآخر تفاصيل لديك أنس بالريف الشرقي من المدينة، ما هي آخر التطورات؟ أين وصل تقدم الجيش؟ هل وصلنا إلى مطار الجراح أم إلى الآن لم نصل؟ يعني هنالك معلومات وردت منذ قليل الإخبارية السورية تشير إلى أن طلائع قوات الجيش العربي السوري دخلت مطار الجراح العسكري أو ما يعرف بكشيش، وذلك بعد عدة سنوات. هذا المطار الاستراتيجي والحيوي الذي يقع في ريف حلب الشرقي كثاني مطار استراتيجي بعد مطار كويرس العسكري. إذن بحسب المعلومات التي وردت إلينا فإن طلائع من الجيش العربي السوري دخلت هذا المطار بعد معارك عنيفة خاضتها ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي يمكن القول بأن كل دفاعات وأبرز دفاعاته كسرت من خلال التقدم المتسارع للجيش العربي السوري مع الزخم الناري لمقاتلات الجو السورية الروسية وسلاح الصواريخ والمدفعية الثقيلة، والتي أعطت تمهيد جدا هام لقوات الجيش التي استخدمت أيضا زخم هجومي من ناحية القوات ومن ناحية أيضا الهجوم على أكثر من محور. إذا ما تم الإعلان الرسمي من قبل المصادر العسكرية الرسمية عن هذه السيطرة، سيكون تنظيم داعش خسر واحد من ثلاث مواقع استراتيجية وهامة وذات ثقل لهذا التنظيم هي تبقت في ريف حلب الشرقي. إضافة إلى الجراح، نحن نتحدث عن دير حافر المحاصرة من قبل القوات البرية، ونتحدث عن مسكن آخر معاقل تنظيم داعش وأهمها والتي بالسيطرة عليها يكون الجيش العربي السوري. أيضا فتح الجبهات باتجاه القرى الواقعة في ريف الرقة. أبقى في هذا الريف والذي ترد يعني مع كل دقيقة حسين هنالك تطور استراتيجي وهنالك تطور هام في ريف حلب الشرقي. إذا ما عدنا إلى السيطرة على عشرات القرى بما فيها الخفصة ومضخات الخفصة وصولا إلى بحيرة الأسد، المعلومات أيضا التي وردت للإخبارية السورية منذ نحو يعني 16 دقيقة أفادت بأن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري أنهت بشكل كامل عملية تفكيك الألغام والمفخخات التي زرعها تنظيم داعش داخل هذه المضخات بالتزامن مع وصول يعني عدد من فرق وورشات الصيانة التابعة لمؤسسة المياه هنا في مدينة حلب وصولها إلى الخفصة لتقييم الواقع المضخات والوقوف عند هذا الواقع. ومن ثم إذا تم الانتهاء من هذا العمل لورشات الصيانة سيتم على الفور ضخ المياه، وهذا يؤدي إلى أن المياه سيستغرق وصولها مع تعقيمها وضخها إلى أحياء مدينة حلب نحو 3 أيام. طيب بالريف الغربي أنس، هل هنالك تطورات جديدة؟ التقدم هل لا زال مستمر؟ وأيضا نتحدث إذا كان لديك معلومات حول المنطقة الجنوبية من ريف حلب، أتحدث عن العيس وباقي المناطق القريبة منها، نستمع إلى استهدافات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في تلك المنطقة.
هنالك استهدافات مركزة تقوم بها مقاتلات الجو التابعة للجيش العربي السوري باتجاه مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الجنوبي. ونحن نتحدث عن العيس، أي نتحدث عن مرابط الهاون والمدفعية التي تمتلكها هذه المجموعات الإرهابية. ذات الأمر ينطبق أيضا على قرى ريف حلب الغربي التي تم توجيه عدة ضربات واستهدافات من قبل الجيش العربي السوري، دمرت أيضا خلالها عدة مقرات قيادة لهذه المجموعات، إضافة أيضا إلى مرابط الهاون. ويمكن القول بأن الكثافة النارية التي تأتي بين الحين والحين الآخر توحي بعملية عسكرية برية واسعة ربما ستشنها القوات البرية والحلفاء في الجيش، القوات البرية في الجيش العربي السوري إضافة إلى الحلفاء في أي وقت. وهذه العملية ستطال بالتأكيد سلسلة الراشدين وصولا إلى أطراف جمعية الزهراء، أي إنهاء كل التواجد الإرهابي على الأطراف الجنوبية وأيضا الجنوبية الغربية. حسين، شكرا لك أنس رمضان مراسل إخباري سوريكوب معنا مباشرة عبر مصنع مدينة حلب. سيادة اللواء مساء الخير، خليني أتفصل بشكل أكبر في مدينة حلب قبل أن نذهب إلى باقي المناطق السورية. نبدأ بالريف الشرقي، ماذا يجري هناك؟ العملية الدفاعية الاستراتيجية المنفذة في منطقة حلب تستمر وتتكامل. هذه العملية اليوم استطاعت أن تحقق اختراقا عميقا ونفذت حصارا عميقا أيضا وبعيدا الأغراض والأهداف فيما يتعلق منطقة دير حافر ومسكنة. ويمكن لنا أن نقول أن دير حافر ومسكنة قد باتت إلى حد ما ساقطة بدون قتال، بمعنى آخر في حصارها الآن أصبحت أمام خيارات قليلة معزولة إلى حد ما عن الوسط والمحيط، وأمام الانهيارات المتلاحقة لمجموعات الإرهابية الداعشية والمجموعات المسلحة لا أعتقد أنها سوف تكون قادرة على الصمود، سواء في وجه القدرة النارية القتالية لقواتها المسلحة أو أمام الروح المعنوية العالية لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الرجال القابضين على 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 الوطن والمتمسكين به والذين هم مستعدون دائما لتقديم كل ما لديهم. اليوم عندما تصل قواتنا إلى منطقة الخفسي أو إلى مضخات الخفسي وباتت على مشارف نهر الفرات، هذا النهر العظيم بحيرة الأسد، اليوم جيشنا يستعيدها ويحقق إرادة شعبنا في حلب وشعبنا في الرقة، يحقق لهم أن يطهر أن تتطهر أرضنا بمياه الفرات، أن تعود لأرضنا ألقها وطهرها، أن تتوضأ بمياه نهر الفرات. وهذا ما سعى إليه جيش العربي السوري. في المقلب الآخر في اتجاه منبج أيضا هنالك نجاح كبير وهنالك نجاحات واسعة تحققت بفعل لنقل الانسجام أو التآلف أو يعني الوضع الميداني الصحيح والحقيقي لما يمكن أن نسميه قوات سوريا الديمقراطية، والتي استطاعت أن تنسجم مع مصلحتها الوطنية العليا أنها سورية فسلمت أو انسجمت مع هذا الأمر، وهنالك تنسيق في موضوع تسليم القرى والبلدات وصولا إلى المنبج. هذا الأمر عطل على التركي مسألة ما يمكن أن نسميه بالعرض السينمائي أنه قادم لتحرير منبج والرقة والباب وسوريا من الدواعش، هكذا يقولون هم. في الحقيقة معركة الأتراك هي في مسألة تنفيذ إبادة جماعية لإخوتنا الأكراد السوريين، هم حقيقة نفذوا إبادات بحق الأكرادي الأتراك كما نفذوا بحق الأرمن وبحق الأقليات التركية الأخرى. يريد أردوغان فيما يبدو نقل هذه الفكر وهذه الثقافة الإبادية أو هذه الثقافة الإجرامية باتجاه سوريا. أعتقد أن شعبنا قادر الآن على مواجهته، وثبت أن شعبنا أهلنا الأكراد في منطقة المنبج هم أهل جديرون بالوطنية السورية ويحافظون عليها. الوصول إلى دير حافر، محاصرة دير حافر الآن والتوجه نحو مسكنة، ماذا يعني؟ هل يعني أن الريف الشرقي كل إرهابي داعش أصبحوا خاليين منه ما عدا مدينة الباب فيها إرهابيو دواعش أردوغان؟ نعم، الحقيقة دواعش أردوغان ما زالوا في الباب، وأعتقد أنه كان من مصلحته أن ينضم إلى مجموعاته الأخرى التي وجدت في الريف الشرقي من حلب أو باتجاه الرقة. لكن في اعتقادي أن استعادة دير حافر باتت مسألة وقت كما استعادة مسكنة، وهذا الأمر سوف يفسح في المجال لقواتنا الآن لاتخاذ إجراءات أخرى أشد حسمية في الواقع السياسي. يعني المسألة العسكرية باتت واضحة أن قواتنا المسلحة تحقق إنجازات عسكرية مرتسمة على الأرض
تحرير وتطهير الأرض السورية من هؤلاء الإرهابيين. لكن المرتسم السياسي أن هنالك قوات سورية تتقدم باتجاه الشرق وباتجاه الشمال الشرقي، وباتت الرقة قاب قوسين وأدنى من أن نقول أن قواتنا بدأت تتجه نحو سهول أو نحو يعني أرض الرقة، نحو يعني المدينة التي اعتبرت لفترة طويلة أنها عاصمة لهؤلاء الإرهابيين الأردوغانيين أو الأمريكانيين. هم بحد ذاتهم لم يخرجوا من الهوية الوهابية التكفيرية التي تعمل في أجل مصلحة المشروع الأمريكي. هذا المشروع في اعتقادي الآن لم تترنح داعش. طيب بالمناسبة داعش لا تترنح، ما يترنح هو المشروع الأمريكي الصهيوني الأمريكي وما يجري في هذه المنطقة من تخطيط لاستهداف سوريا والاعتداء على سوريا. داعش نعم لا تترنح، داعش تموت. طيب قبل أن ننتقل باقي مناطق الرقة، الآن نحن على ضفة نهر الفرات، الضفة الثانية جنوبها يتواجد الطبقة. صحيح. سوف نكمل أم نتوقف أم الحسابات السياسية ماذا سوف يحصل؟ الأمريكان اليوم لديهم قوات برية ومدفعية نشرت قرب مدينة الرقة. الواقع وجود القوات الأمريكية الآن على مساحة في مساحة جغرافية في منطقة منبج، قيل أن هنالك سرية مدفعية من عيار 155 مدفعية ذاتية الحركة الأمريكية وجدت من أجل تأمين معركة الرقة، هكذا قيل في حينها. الآن نحن أمام مشهد، هل هو مشهد صراع روسي أمريكي؟ هل نحن أمام مشهد صراع يلجم التركي ويقول له أنت لا دور لك في معركة الرقة، أم أن الرقة سوف يشترك في استعادتها كوكتيل أو خليط أممي يعني أمام التحالف الدولي؟ وطبعا في اعتقادي جازما أن من هم أهل لتحرير الرقة واستعادتها كقوات برية وقوات جوية هي سوريا وحلفاؤها. أما الاستعراض الأمريكي فلا أعتقد أنه يخرج عن دائرة الاستعراض الهوليودي الذي يراد منه بشكل أو بآخر الوصول إلى إما أغراض تفاوضية وإما أغراض يراد منها يعني تأكيد الأمريكي للتركي أنه يقف معه، وتأكيد الأمريكي لبعض حلفائه في المنطقة من بعض الأكراد الذين وعدوا بمكون خارج عن الهوية الوطنية السورية. أعتقد أنها مجرد محاولات من أمريكا لتثبيت وجودها ولتثبيت أوراقها على الأرض السورية. هذا ما يمكن أن نقول عنه في الوجود الأمريكي، لأنني لا أعتقد أن أمريكا اليوم قادرة على الدخول في معركة برية أو زج قوات حقيقية أمريكية قادرة على خوض معركة. يعني الأمريكي كان قد وعدنا أوباما، واليوم أعتقد أن ترامب يتخذ نفس الموعد. لا وجود لقوات أمريكية في الخارج طالما أن هنالك بروكسي أرميز أو جيوش بديلة تعمل في الجغرافيا الأخرى. طيب آخر سؤال في حلب، الاستهدافات المكثفة التي تتم الآن لبلدة العيس التي يتواجد فيها إرهابي وتنظيم جبهة النصرة، تعني أننا سوف نذهب باتجاه العيس تل العيس وبعد ذلك إن شاء الله جنوبا باتجاه أدلب؟ في الواقع يعني التأثير الناري على الأهداف المعادية في منطقة العيس هو جزء من مروحة الأمان التي طالما تحدثنا عنها، والتي تنفذ تأثيرها الناري على أهدافها في العيس أيضا تنفذها باتجاه منيان وخانطومان وفي اتجاه المناطق الغربية وجنوب غربي حلب. هذا يؤكد أن حلب ستكون آمنة بفعل إرادة الجيش العربي السوري وإرادة شعبها الذي يتطلع اليوم إلى حلب الآمنة من كل هذه القذائف الإرهابية التي لم تستطع أن تدرك بعقلها. يعني هي حقيقة لا تمتلك العقل الذي يمنعها التفكير. هم يفكرون يعني هم يعتقدون أنه ببعض التأثير الناري أو الإرهاب أو التخريب أو الرعب والزعر الذي يحاولون زرعه في مجتمعنا سوف نستسلم. شعبنا في حلب وفي كل سوريا منتصر وقادر على الاستمرار في الصمود. يعني جنوب غرب حلب باتجاه خان طومان هدف استراتيجي وأساسي لقواتنا المسلحة، ومنطقة المستودعات أيضا، والتحرك غربا وجنوب غربا باتجاه إدلب لماذا لا تكون باتجاه المعرة؟ طيب يعني هذا أيضا أحد الأهداف الأساسية لقواتنا إن شاء الله. طيب تبقى على سيادة اللواء مشير كرم، سلاح الجو أيضا استهدف تجمعات ومستودعات لإرهابي جبهة النصرة في كفر نبل بريف إدلب الجنوبي ودمر مستودعا للذخيرة والعبوات الناسفة وصواريخ مضادة للدبابات وثلاث عربات مزودة برشاشات بمن فيها من إرهابيين. جولة على أبرز الأحداث الميدانية في هذا التقرير. عمليات واسعة يخوضها الجيش العربي السوري في مدينة دير الزور. سلاح الجو استهدف تحركات وتحصينات تنظيم داعش الإرهابي في محيط كوع الميادين عند شركة الكهرباء، قرية عياش والبغيلية والحسينية ومحيط الثردة، المقابر وسرية جنيد. وحدات الجيش العربي السوري وبإسناد جوي نفذت أيضا عمليات نوعية على تجمعات المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة في ريفي حما وأدلب. ضربات مكثفة على تحصينات ومواقع انتشار المجموعات الإرهابية في قريتي البويضة وعطشان
وبلدة اللطامنة وعلى أطراف بلدة كفر زيتا بالريف الشمالي لحما. العمليات النوعية طالت مقرات وتحركات المجموعات الإرهابية في مدينة طيبة الإمام بريف حما الشمالي، أوقعت قتلى ومصابين بين صفوفهم. سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري نفذ سلسلة رمايات على تجمعات وأوكار تنظيم جبهة النصرة الإرهابية في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، أدت إلى القضاء على عدد من إرهابيها، كما دمرت آلياتهم وأوقعت قتلى في غارات جوية على أوكارهم ومناطق تحركهم جنوب مدينة خان شيخو. مشاهدينا الكرام، طبعا كان هناك أكثر من استهداف للعصابات الإرهابية في أكثر من نقطة تتحدث عن المعرة. سيادة اللواء، يمكن أن نصل بعد ذلك إلى مناطق كانت بعيدة عن الدولة السورية في السنوات الماضية، مناطق احتلها الإرهابيون منذ سنوات وغذها أردوغان دائما بالإرهاب. يعني حينما نتحدث عن ريف إدلب البعض يراها بعيدة حاليا. والله يرونه بعيدا ونراه قريبا، صدق الله العظيم، يرونه بعيدا ونراه قريبا. والله وبإذن الله تعالى جيشنا يعني انتقل لتحقيق دفاع استراتيجي. في إطار الدفاع الاستراتيجي هنالك عمليات، في هذه العمليات هنالك مواقع ومعارك ومعارك تصادمية، هنالك كل أنواع وأشكال الأعمال القتالية التي تنفذها القوات. وفي هذا الإطار نعم، كل المحافظات وكل الاتجاهات اليوم هي في إطار الهجوم أو المبادرة الهجومية لقواتنا المسلحة. فعندما نتحدث عن قوات تعمل اليوم من اتجاه شمال حماة وشمال غرب وشمال شرق حماة، وقوات أخرى الآن بدأت تتحرك من اتجاه جنوب حلب وجنوب غرب حلب، إلى ما يرمي هذا الأمر؟ هذا يرمي إلى التقاء هذه القوات في نقطة مشتركة قد تكون في معرة النعمان وربما في أريحة ما بين اللاذقية وإدلب. إذن القوات المسلحة اليوم ما بين حلب وإدلب، إذن القوات المسلحة اليوم امتلكت قرارها وامتلكت أيضا كل القدرات بفعل وجود الأصدقاء ووجود الحلفاء وإرادة قتال عنيدة صامدة لقواتنا المسلحة. هذا اليوم يشير إلى أن المخطط الاستراتيجي كانوا في الماضي يتحدثون عن أن هذا الموقع لما لا تنتقل إليه القوات والموقع الآخر لما لا تنتقل، فما بال هذه المدينة تركت. والبعض الكثير كان يعني أهلنا في الرقة وتحدثوا إليهم بكل احترام ومحبة وتقدير، الذين قالوا متى موعدنا؟ فكنا نقول لهم موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وفعلا إن شاء الله في إطار الخطة الدفاعية الاستراتيجية هنالك أهمية للموقع، هنالك ارتباط الموقع بالزمان بالمكان بنجاح الدفاع الاستراتيجي، ارتباطه أيضا بطبيعة الأرض بطبيعة شروط الأعمال القتالية في هذه المنطقة، ارتباطه أيضا بمسألة أخرى توفر القوى والوسائط. يعني عندما نتحدث عن هجوم على مساحة 185 ألف كيلومتر مربع في مساحة سوريا كلها تتعرض اليوم للعدوان، وهنالك نقاط اشتباك في أكثر من 2000 نقطة اشتباك في سوريا، وهنالك جيش محدود العدد، لنكون صادقين، كم هو عدد جيشنا؟ هل هو 200 ألف 500 ألف مليون؟ مهما كان هذا العدد هم يعني أمام حدود مفتوحة للإرهابيين. أمام حدود مفتوحة. ويضاف إلى ذلك، اسمح لي أن أتحدث بصراحة، يسقط من جنودنا 10 شهداء. نحتاج إلى وقت لاستعادة هذه الشهداء العشرة، ربما يوم يومين، ربما مسألة انتقال هذه القوة أو استعواض القوى التي تم الذين استشهدوا أو الذين ارتقوا. لدى المسلحين القدرة على استنهاض كل المجرمين من العالم كله، هنالك 110 دولة تزج بقوات إرهابية بعناصر وهابية بعناصر تحمل الفكر التكفيري تأتي إلى سوريا فقط من أجل طمعا بالحور العين، طمعا ببترول الدم، ببترول دولار الدم، طمعا بكل الوسائل والقوى التي يمكن لهم أن يزرعوها على الأرض السورية والجغرافيا السورية. هم يزرعون الحقد والدمار، وجيشنا هذا الجيش الباسل الطاهر النقي الزكي في دمائه الطاهر في روحه، هذا الجيش العظيم هو جيشنا فعلا، جيش سوريا القادر فعلا على الاستمرار والقادر فعلا على النصر مهما حاولت هذه المجموعات المسلحة أن تكون. طيب تبقى معنا سيادة اللواء، نرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الآن من موسكو، الدكتور وسام جواد الخبير بالشؤون السياسية والروسية. دكتور وسام مساء الخير. أهلا بكم بضيفكم الكريم، دائما حضرتكم تكونوا معنا في وقت يكون في تقدم ميداني، إن شاء الله يا رب يستمر هذا الأمر إلى أن تتطهر كامل الأرض السورية من العصابات الإرهابية. ماذا تقرأ بهذا التقدم الآن في ظل تحضيرات تجري لأكثر من استحقاق؟ طبعا رح نتحدث بعد قليل بما يتحضر إليه المتحاورون في أستنا وكذلك في جنيف.
أستاذ حسين، طبعا لا غريبة أن نسمع ونرى في أعيننا الإنجازات التي يحققها الجيش السوري الباسل وباقي الحلفاء المؤيدين والمعاضدين له. أعتقد أن أي منطقة تحرر هو يعني جزء من كل النصر المبين الذي ينتظر يومه قريبا إن شاء الله. وعلى هذا الأساس كل الإنجازات التي تحقق الآن هي بمثابة استمرار وحلقات متواصلة في سلسلة من الانتصارات التي ممكن أن نرسمها، نرسم شكلها حتى للمواطن العربي في المستقبل. يا أخي أستاذ حسين، اسمح لي أقول لك أني كنت أتابع برنامجكم قبل قليل مع أحد الأخوة الليبيين. نعم. بما أنني اشتغلت في المستشفى المركزي في مصراتة ومجمع العيادات التخصصية في مصراتة، كنت 10 أعوام كاملة بين هذا الشعب اللطيف، هذا الشعب المسالم، هذا الشعب الوديع، الشعب الليبي. رأيت وسمعت ما قاله هذا المواطن الليبي وكيف كان شعوره القومي تجاه سوريا. نعم. هذا الشعور تجده أيضا عند المواطن العراقي، تجده عند المواطن السوري، عند المواطن الجزائري. يا عزيزي، هذا الشعور القومي لدى الشعوب متأصل، لا يمكن لحكام بعض الدول أن تسحقه أو أن تؤثر على نباته. يعني مهما قطعوا من هذا النبات ستنبت من جديد، لأن جذورها باقية في الأرض. أخي حسين، الأمور ماشية نحو الطريق الصحيح. نحن نسير، وإن كانت خطانا مؤدة وبسيطة وربما أحيانا تبدو للوهدة الأولى، ولكن الإنجازات التي تحقق الآن هي الإنجازات حقيقة رائعة ومسلم بها، وهي تسير نحو أهداف محددة يرسمها الجيش السوري والقيادة السورية والحلفاء الذين تعاونوا مع الجيش السوري وقيادته، ذلك لإنهاء هذه الحالة الفريدة في نوعها في تاريخ البشرية، وليس في تاريخ الأمة العربية، في تاريخ البشرية، لأننا لم نجد هذا العدد الضخم من الإرهابيين والمرتزقة. نعم. الذين يجتمعون من كل حوب صوب، ويعني شيء لا يصدق، في سبيل التخريب والدمار في سوريا العزيزة. أستاذ حسين، نعم. أنا أهنئ كل جندي وأقبل كل يد سورية قابضة على الزناد الآن في جبهات القتال ضد هؤلاء الإرهابيين. أنا أهنئ كل مواطن عربي سوري وحتى مواطن عربي على ما يحققه الجيش السوري والحلفاء في سوريا، لأن نهاية هذه العصابات الإرهابية هو الحقيقة ضمان أمان لمستقبل سوريا ومستقبل المنطقة. ما يحققه الجيش العراقي هو بمثابة تكملة لما يحققه الجيش السوري، وكل ما حدث كما تعلمون هو عملية تأخير. وسبق أن ناقشنا هذا الأستاذ حسين معكم بأن عملية التأخير متعمدة لتحقيق النصر في الموصل، لأن حتى رئيس الوزراء قبل يومين صرح بأن علينا أن نحرر بأسرع ما يمكن الموصل لكي نتجه نحو الجانب الغربي، وفي هذا إشارة تكفي لأننا سنقوم بواجهة نحو أخواننا في سوريا. أعتقد أن الأمور ماشية، وإن كانت في بعض الأحوال قد تبدو للبعض بطيئة، ولكنها على الطريق الصحيح والطريق الصائب. طيب، تبقى معنا دكتور وسام، وتبقى معنا أيضا سيادة اللواء، لأن الأمور مترابطة في سوريا سياسيا. مشاهدينا الكرام، الخارجية الكازاخستانية تنتظر تأكيد المواعيد النهائية لاجتماع أستنا حول تثبيت وقف العمليات القتالية في سوريا، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا يحدد 23 من الجاري موعدا للجلسة المقبلة من الحوار السوري السوري في جنيف، مع العلم أن مهمته رسميا تنتهي اليوم كمبعوث خاص إلى سوريا. نتابع. فيما تستمر التحضيرات لعقد اجتماع جديد في العاصمة الكازاخستانية أستنا حول تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية، يعود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا إلى الحديث عن جولة جديدة من حوار جنيف السوري السوري. رئيس دائرة الصحافة التابعة لوزارة الخارجية في كازاخستان أنور جاينوكوف أعلن أن بلاده تنتظر البيانات النهائية من الدول المشاركة حول توقيت ومستوى الاجتماع المقبل في أستنا حول تسوية الأزمة في سوريا. اجتماعات كانت مفيدة جدا وفق تعبير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تمنى خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار جابرييل أن تساعد هذه الاجتماعات في تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا. اجتماعات أستنا وجنيف كانت مفيدة جدا وحققت تقدما كبيرا، ونأمل أن تساعد في تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا، كما يجب تنشيط عمليات مكافحة الإرهاب، وعلى الجميع المساهمة في محاربة تنظيمي داعش والنصر الإرهابيين في سوريا. لافروف أكد على ضرورة إضفاء صفة الديمومة على عملية جنيف الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا بالوسائل السياسية.
وذلك بعد ساعات على إعلان ديمستورا عن عقد جولة جديدة من الحوار السوري السوري بجنيف في 23 من الجاري. الحكومة السورية والمعارضة مدعوتان إلى استئناف محادثات جنيف 23 من آذار الحالي، وهي لن تكون محادثات مباشرة. ديمستورا الذي أطلع مجلس الأمن الدولي في اجتماع مغلق على كامل نتائج الجولة الرابعة للحوار في جنيف، طلب الأطراف المشاركة في أستنا والجهات الراعية بتثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا. سيادة اللواء، طبعا مفترض 14 و15 هذا الشهر يكون هناك اجتماع في الأستنا، جهز الأمور ميدانيا حتى نذهب إلى هناك؟ ربما كان للقاء رؤساء أركان الدول الثلاث، روسيا وأمريكا والتركي في أنطاليا، ولا في اليو اسكندرون الحقيقة، وليس في أنطاليا وفي أنطاكيا، والذي كان قد عقد منذ يومين، وربما يمهد هذا الأمر لما يمكن أن نسميه أن لقاء أستنا يراد له أن يحقق شيئا ما. فأعتقد أن الروسي يسعى من أجل الوصول مع التركي والأمريكي إلى نتائج حقيقية، سيما أننا بالمقارنة ندرك أن الروسي قدم إلى المنطقة، أو هو من المنطقة الحقيقة في المنطقة الإقليمية، روسيا في المنطقة الإقليمية وفي دائرة الخطر والاستهداف، والتركي في المنطقة الإقليمية لكنه عابث في المنطقة ومخرب لها، وهو رأس الحربة الإسلاموية المتدينة الإخوانية الوهابية في المنطقة من أجل التخريب. اليوم من هو التركي؟ الأمريكي. الأمريكي هو العابث في المنطقة، والأمريكي هو الذي يشغل التركي ويشغل كل الأدوات الموجودة على الأرض. لقاء أنطاكيا يوم أمس، في هذا اللقاء في اعتقادي يراد منه تأكيد على مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، ربما تركيز عناصر أو على عوامل الثقة ضمن المجموعات المشاركة في هذه المجموعات المشاركة من الإرهابيين ومن يشغلهم ومن قياداتهم أيضا، وعناصر الثقة مع القوات السورية وحلفائها. أيضا أعتقد أن الأمريكي يريد أن يقول أنه جزء أساسي في ربما تكون في محادثات أستنا وربما في جنيف، وربما يقول الأمريكي إنه بدأت إدارة ترامب بالعمل في المنطقة وباتت لديها تصورات، مع أنني أؤكد أن أو أعتقد أنه من المبكر جدا أن نقول أن هنالك سياسة أمريكية واضحة في سوريا وبما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب، سيما عندما يقول أنه سوف ينسق مع جون ماكين، يقول إننا هنا من أجل دعم حلفائنا، الإقلال من قوة خصومنا، العمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة داعش. يعني هذا الكلام المتناقض، كيف له أن يتحد مع السعودية وتركيا ودول الخليج من أجل ويحارب داعش كيف له أن يضع في خصومه؟ من هو خصومه في المنطقة؟ هم سوريا وروسيا وإيران والمقاومة، هؤلاء هم خصوم أمريكا الذين يرفضون داعش والإرهاب، الذين يرفضون الخضوع للهيمنة الأمريكية وأن يكون ترابنا حديقة خلفية لهم. في هذا الإطار أعتقد أن الأمريكي يريد أن يؤكد حضوره، وربما يكون في أستانا القادم شيء جديد نتطلع إليه إن شاء الله. طيب دكتور وسام، ميدانيا وسياسيا الظروف مواتية الآن لأن نذهب إلى الأستانا وبعد ذلك إلى جنيف؟ أستاذ حسين، سبق وأن ناقشنا الموضوع في أكثر من مرة، وبينا بأن الميدان هو المحك الحقيقي لما قد يحصل في المعادلة السياسية أو الحل السياسي. الميدان يبين ويشير إلى تحقيق إنجازات واضحة، ومن هنا نجد أن الطرف الآخر بدأ يحس ويشعر بهذه الإنجازات والتراجعات من طرفه أيضا، وعلى هذا الأساس لن يكون له موقفا سياسيا واضحا كما كانت السابق، يعني كانت مواقفه الإرهابية في الدرجة الأولى، أما بعد أن انتقلنا إلى صيغ سياسية معينة لاحظتم التخبط. يعني يا عزيزي لم نجد حتى وفدا معينا يجمع هذه الأطراف ويتفق عليه، كانوا يتقاتلون فيما بينهم، كانوا يتزاحمون في بينهم، لم نجد حتى اسما أو اسمين على الأقل ممن يمكن الاعتماد عليهم أو يؤخذ بهم أو يعتد بما يقال من طرفهم. أستاذ حسين، القضية واضحة، هنالك طرفان متناقضان، طرف يمثل السيادة السورية وطرف آخر يمثل الأطراف الإرهابية التي تدعمها أطراف جانبية أجنبية أخرى كتركيا والخليج والولايات المتحدة وحتى إسرائيل. ومن هنا أعتقد أن الوضع الآن بدأ يتبلور، ولكن سبق وأن نوهنا وأنتم تتذكرون ذلك أستاذ حسين جيدا، لأن العملية السياسية أو قد يعني ما يحدث الآن من الانتقال من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي هي عملية معقدة بلا شك، ولن تكون هناك
يعني شو اقول لك طرق معبده بالورود امام هذه حقيقة السياسيين صعبة، لأنها لا ليس بسبب الطرف الجانب السوري وإنما بجانب السوري وإنما بسبب التناقض الفاضح للأطراف التي تمثل ما يسمى بين قوسين وأنا أرفض هذه الكلمة تماما المعارضة. ليس هنالك معارضة، وهذا يعني ولكن فرضت الأمور أن نعتبرها المعارضة السورية. أستاذ حسين أعتقد أن الآن تولدت قناعات ليس لدى الولايات المتحدة، وأنا أثمن وأحيي ضيفكم الكريم اللي سيادة اللواء عندما طبعا وإن كانت متأخرة تحاول قدر المستطاع أن تفض نفسها. أستاذ حسين أود أن أبين بأن هذه عادة الولايات المتحدة دائما، عادة الولايات المتحدة دائما في السياسات الخارجية، ولو تابعنا سياسة الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية إلى حد الآن نجد بأنها كانت دائما وتدرس الموضوع إلى أين تتجه القوى، تحاول قدر المستطاع تتجه نحو القوى المنتصرة. وعلى هذا الأساس عندما شعرت الولايات المتحدة بأن روسيا قد تمكنت من تحقيق إنجازات فعلية بعد أن ثمنت إنجازات عسكرية في الميدان، شعرت الولايات المتحدة بأن لا مناص لها من الامتثال لما بمثابة برنامج لحل سياسي للقضية السورية، وعلى هذا الأساس ليس الولايات المتحدة فقط وإنما حتى أذيالها وأذنابها في الخليج وفي تركيا سيمتثلون الأمر الواقع، ولا مناص لهم من أن تتحقق كما يراد من قبلهم هم. طبعا اليوم التقى السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي مع السيد زيغمار جابرييل وزير الخارجية الألماني الجديد في موسكو. كان كلام السيد لافروف بين اجتماعات أستانا وجنيف كانت مفيدة جدا وحققت تقدم كبير، صحيح. ونأمل أن تساعد في تثبيت اتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا. وقف الأعمال القتالية الذي نتحدث عنه منذ أشهر، يعني منذ شباط العام الماضي وخروقات الإرهابيين، بعد ذلك النسخة الأمريكية الروسية المعدلة، بعد ذلك ما حدث في أستانا واحد ثم عدم الالتزام فيه في أستانا اثنين، ونحن نذهب الآن لأستانا ثلاثة. أين هو وقف الأعمال القتالية بصراحة؟ سيدي الكريم، أعتقد جازما أن ما يحدث اليوم لا علاقة له بالسوريين. نعم. كل ما يجري اليوم على الجغرافيا السورية، السوريون معارضة أم موالات، مع أم ضد، من هو مع الوطن أو من هو ضد الوطن، لا علاقة لهم بكل ما يجري. كل ما يجري اليوم رأيتهم، يعني شاهدت اليوم على إحدى القنوات الألمانية وهي تحدث إنها حروب الطاقة، إنها حروب الغاز، إنها حروب السعودية وقطر وتركيا من أجل تمرير خطوطهم، خطوط إمداد، خطوط الطاقة باتجاه سوريا، إنها حروب أمريكا من أجل السيطرة على الجيوبوليتيك السوري والجغرافيا السورية، إنها حروب عالمية تشن على أرضنا، على سوريا، مع سوريا، في سوريا. هذه الحروب اليوم يعني شعبنا يتحمل حقيقة العبء الأكبر من هذه الحرب، وهو يرفض تماما الانصياع والخضوع للهمن الأمريكي. عندما نقول وقف إطلاق النار مع من ولمن؟ إذا كانت هذه المجموعات المسلحة الموجودة على الأرض، على الجغرافيا السورية كلها متشرذمة في ولاءات متعددة، من التركي إلى الخليجي إلى الصهيوني، والأردني أيضا علينا لا نخرجه من الساحة، وهو يحاول اليوم ما يفعله بالجنوب السوري. هذا اليوم هذه المعارضات، أي معارضة نتحدث عنها، وهي معارضات مرتبطة بمشروع خارجي باتت خيوطه واضحة. يعني عندما نقول سوف يتم وقف إطلاق النار، الحقيقة نتطلع إلى وقف إطلاق النار، ونسعى إلى وقف إطلاق النار، ونسعى من أجل وأد كل بؤر الاشتعال وإطفائها التي تشتعل على الجغرافيا السورية. هذا من طرف الدولة السورية، لكن من طرف الآخر بأصول الحرب الجيل الرابع أو حروب أمريكا الجديدة، أن تبقى البؤر مشتعلة، أن لا تنطفئ. هم أرادوها في سوريا حروب مستمرة، هم أرادوها يعني مواقد نار مشتعلة، وهذا ما يصرحون به ويؤكدون عليه. ويعني اليوم تقول السي آي إيه أنها أوقفت إمداد المعارضة السورية المعتدلة بالسلاح والذخائر، لكنها أوعزت إلى الخليجي وكل الدول المحيطة بإمدادها. اليوم يقول الأمريكي أنه قد أوقف كل تعاون مع المعارضة السورية، وكل الدول المجاورة تقدم لها كل شيء، وهذا ما هو واضح وبين، يعني ليس من جديد فيما تحدثوا فيه، إنما الجديد أن نقول أن أمريكا تتفاوض مع الإرهابيين، مع الدواعش، أو يمكن أن تتحدث مع المعارضة المعتدلة من أجل وقف إطلاق النار. هي التي أمرتهم بتنفيذ العدوان على سوريا. يعني العدوان على سوريا تم التحضير له، وتم إدخال المجموعات المسلحة منذ عام 2010. دعني أتحدث ببساطة لو سمحت. أخي كان يسير في، كان يركب في ميكرو في باص. من نقطة ألف من منطقة إلى منطقة إلى أخرى. قال لي أخي والله
كنت العربي الوحيد داخل هذه السيارة. نعم. ميكروب يتصل إلى 11 راكب، العشرة أفغان وهو الراكب العربي الوحيد. في أي منطقة؟ في أحد المحافظات؟ في منطقة بانياس. نعم. ما بين طرطوس وبانياس. نعم. وكان هؤلاء العشر أفغان يتحدثون إلى البيت الذي يقصدونه، وهو أحد قادة المجموعات الإرهابية الوهابية المتطرفة والذي عرف عنه فيما بعد، وتحدثوا بالإنجليزية. نعم. وأخي يجيد اللغة الإنجليزية واستمع إلى الحوار بكليته. هذا عام 2010. نعم. عام 2010 عشر أشخاص أفغان موجودين في 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 الساحل السوري، ماذا يفعلون؟ بالتأكيد ليس وهذا الكلام والدفع. وهذا الكلام نستطيع أن نسوقه في دمشق، في عربين، في دوما، في كل الريف السوري، الذين حاولوا الحقيقة استطاعوا وببراعة. نعم. أن ينقلوا العدو الصهيوني. طيب. إلى العدو الداخلي، استطاعوا أن يقتربوا من العدو، أن يلغوا العدو القريب ويحققوا العدو البعيد. طيب. وأن يحققوا الصراع مع العدو القريب. طيب دكتور وسام، طبعا أعلن فجر اليوم بإحاطة لمجلس الأمن السيد ديمستورا عن ما جرى في جنيف بجولته الرابعة من محادثات وتفاصيل، ودعا إلى عقد جولة جديدة في 23 من الشهر الجاري. قبل ذلك اليوم تنتهي المهمة للسيد ديمستورا، المهمة التي كلف بها من الأمين العام المتحدة السيد بان كي مون الأمين العام السابق. بالتأكيد نفهم أولا أنه تم تمديد مهمة السيد ديمستورا، وبعد ذلك ماذا يمكن أن يحدث في جنيف بجولته الخامسة؟ الاتجاه العام الذي يراد منهم في جنيف هو العملية التي بدأت منذ ذلك الحين، وخلال 14-15 ستكون هنالك اجتماعات تمهيدية لجنيف في 23. والحقيقة أكثر ما كنا نخشاه هو أن تحاول الولايات المتحدة والقوى المؤيدة لها، أقصد بها دول الخليج وتركيا، أن تلعب لعبتها في سبيل تأجيل هذا اللقاء. ولكن الذي حصل أن روسيا كانت متيقظة ومستعدة لأن لا يحدث هذا التأجيل. أعتقد أن المؤتمر أو اللقاء القادم في أستانا سيحدد البرنامج الذي يمكن أن يتفق عليه لما ويمهد اللقاء القادم في جنيف. أما ما يتعلق بميستورا وانتهاء صلاحيته كما يقال، فإن هذه الصلاحية قد تمدد إلى حين، وذلك لكي من الناحية الفنية على الأقل لإنجاز المهام التي أتيحت ونيطت له بها. على هذا الأساس أجد أن اللقاء المرتقب في جنيف سيكون متقدما إلى حد ما عما كان في السابق، متقدما من حيث أن هنالك لقاءات كثيرة تمت في أستانا، وهنالك بلورة كثيرة فكرية وسياسية وحتى عسكرية أحيانا نجدها في اللقاءات السابقة. ومن هنا سيكون هذا اللقاء القادم في جنيف أكثر نضجا وأكثر استعدادا لتقبل بلورة أوسع، ولكي تكون اللقاء النتائج أكثر وضوحا مما كان في السابق. أعتقد أن المهام الملقاة الآن على الأطراف المعنية، وأقصد بها بالدرجة الأولى روسيا وسوريا والحلفاء، كافية لأن تترصد لأي محاولات من جانبية من قبل تركيا خاصة ومن قبل الولايات المتحدة في سبيل ألا تحصل نتائج إيجابية. هذه القضايا مهمة جدا أستاذ حسين، يجب في كل أن نعمل جاهدين في سبيل أن نصل إلى نتائج ضرورة ليست على الأوراق فقط، ويجب أن تكون هنالك قرارات ملزمة لتنفيذها، بمعنى لكي لا تكون هنالك قرارات يتفق عليها شفويا أو حتى شكليا دبلوماسيا في هذه المؤتمرات. لا، يجب أن تكون هنالك قرارات ملزمة للأطراف الثانية. الأطراف الثانية يقصد بها بالدرجة الأولى الأطراف الإرهابية ومن يمولها ومن يعينها ومن يدعمها، تركيا، الخليج، الولايات المتحدة. أعتقد أن ما سيحصل في الوقت القريب القادم على الأقل في أستانا سيبشر ببعض النتائج الإيجابية. أما فيما يتعلق بجنيف فربما قد تحصل بعض المفاجآت الإيجابية وليست السلبية، أعتقد ذلك أستاذ حسين. نعم. في شيء جديد سوف يحصل في جنيف؟ يعني أعتقد أن الشركات العابرة للحدود هي التي عليها أن تنفذ ما أمرها به المجموعات قياداتها الأمريكية، وهي مرتبطة تماما بالإدارة الأمريكية. هذه الشركات العابرة للحدود والتي تتمثل بأفراد سوريين الآن موجودين ربما على طاولة التفاوض في جنيف، أعتقد أنهم عندما يتلقون الأوامر من مشغليهم وقياداتهم سوف يلتزمون بها. وأعتقد أن السوريين عندما يجلسون مع بعضهم، وعلينا أن نجلس مع بعضنا وأن نتحاور كسوريين وأن نبحث عن نقاط الاشتراك، عن نقاط الالتقاء وعن نقاط التشابك وليس الاشتراك
الاشتباك، علينا كسوريين ان فعلا ان نجد حلولا لمشاكلنا خارج خارجا وبعيدا عن كل هذه المجموعات المسلحه، وبعيدا عن الارتباط باي طرف اخر وباي بعد يعني او غرض استراتيجي عدواني امريكي. علينا ان نسعى من اجل تحقيق وتكريس السياده الوطنيه السوريه، وان نبحث ايضا في هويتنا وان نحافظ عليها ونتمسك بها، لا ان تذوب كما حاولوا اذابه الحدود وازاله الحدود. هم من خلال عدوانهم حاولوا ازاله الحدود وحاولوا ازاله الجغرافيا. داعش بحثت عن جغرافيا، اقامت جغرافيا وتبحث اليوم عن مواطنين لاجل ايجاد في هذه المنطقه. هذه داعش ليست وليده اليوم، داعش هي وليده السي اي اي، وداعش هي وليده الفكر الوهابي، وداعش هي يعني مساحه يراد لها ان تنتشر على امتداد الجغرافيا من اندونيسيا الى المغرب لكي تحقق ما تريده الولايات المتحده الامريكيه في مشروعها الصهيوني الامريكي. هذا المشروع اعتقد انه منذ قليل قلت ان داعش لم تتاثر، داعش تموت، لكن المشروع الصهيوني الامريكي يترنح وسوف لن يبصر النور ولن يجد طريقه الى الحياه. طيب يقول قبل قليل الدكتور اسامه بان الذي يحصل الان هو اصرار روسي من اجل ايجاد مخرج سياسي، يعني لم يكن يريد الامريكان ولا من معهم ان يعقد جنيف باي جوله من جولاته، لكن كان هناك اصرار روسي وبالاساس كان يعتمد على تقدم ميداني في اكثر من نقطه في سوريا، وهو ما اجبرهم في حلب الى الذهاب الى الاستنا. سيدي الكريم اسمح لي ان اقول لك نقطه بسيطه. نعم. في خطه العدوان على سوريا لم يكن هنالك جنيف ولا استنا، ولم يكن هنالك تفاوض. كانوا يعتقدون أن سوريا ستسقط كما سقطت ليبيا وكما سقطت الصومال وربما اليمن، وربما كانوا يعتقدون أن سوريا خلال أسابيع أو أشهر قليلة سوف تترنح ولن يكون هنالك دولة وستنشأ مكانها دول ودويلات يعني متصارعة ومتناقضة. مرحلة جنيف لم تكن في خلدهم ولم تكن في بالهم. اليوم نتيجة الصمود الأسطوري والبسالة والشجاعة والقيادة الحكيمة والشعب الصابر والجيش الصامد وأصدقاؤنا وحلفاؤنا تغيرت كل المفاهيم، يعني مرحلة التفاوض ومرحلة جنيف ومرحلة الحوار لم تكن في قائمتهم، هم أرغموا عليها. وانتصار حلب كرس هذه المسألة، انتصارنا في تدمر كل انتقال المبادرة الهجومية الاستراتيجية في كل الجغرافيا السورية أرغمت كل الإدارة الأمريكية ودول الخليج وكل من أراد أوروبا، هذه أوروبا التي اعتقدت أن سوريا فعلا سوف تسقط خلال أوقات قليلة وسوف يستبدلونها بالدواعش أو بما هي بمنظومة أخرى تدين بالطاعة والولاء لهم. هم يعني مشكلتهم مع سوريا أن سوريا لا تنحني، وهذه إحدى التعقيدات التي تواجههم. واصطدموا أيضا أن هنالك سوريا ومقاومة لبنانية وطنية، مقاومة وطنية لبنانية، وهنالك إيران، وهنالك دولة صاعدة هي روسيا. لماذا نتجاهل الصين، هذه الدولة، هذا العملاق الصيني الاقتصادي الجديد؟ حرب اليوم هي حرب أمريكا مع الصين وليست مع روسيا. وهذه حرب مستمرة اليوم، حربها اليوم مع الصين، حربها مع الجيوبوليتيك العالمي. تريد أمريكا أن يكون الأمن القومي العالمي هو أمن قومي أمريكي، وكل الدول التي ترفض الخضوع للهيمنة الأمريكية هي دول مارقة وسوف تتغير. يعني تولسي جابرد عندما تحدثت عن رجيم تشينج وور، موضوع حروب تغيير الأنظمة، أو لنقل جوفرمنت بدون رجيم، جوفرمنت تشينج وور، هذه حروب تغيير الحكومات التي يعني لا تنضوي تحت المسألة الأمريكية وترفض الخضوع لها. يعني هنالك الكثير من هؤلاء الذين تحدثوا عن العدوان الأمريكي على العالم أو على كل الدول المارقة، وأعتقد أن سوريا استطاعت أن تحقق انتصارا باهرا، واستطاعت أن تقف أيضا مع روسيا ومع الصين من أجل تأكيد الصعود الكبير. يعني روسيا استطاعت أن تحقق ذاتها كدولة عظمى، وهنالك إيران التي الدولة الصاعدة التي استطاعت أن تجد نفسها مكانا في المنطقة. أيضا الصين بمكانها الاقتصادي وأيضا بتحالفها وتعاونها مع دول البريكس لهم دور ومكان آخر. طيب أجبروا دكتور وسام كما تقول حضرتك إلى الجلوس إلى جنيف وبعد ذلك أستنا، طيب مسار أستنا ومسار جنيف ماذا يمكن أن يقدم الآن وسط أصرار من الدول الداعمة للإرهاب على أن تفشل كل الجلسات التي عقدت هذه السنة والسنة اللي قبلها والسنة التي قبلها أيضا؟ أستاذ حسين أعتقد أن العقل سيتغلب، ومهما كان هؤلاء الإرهابيون مدعمون من قبل الولايات المتحدة والسعودية وغيرها الدول هذه الضحلة كقطر وتركيا وغيرها، أعتقد أن العقل سيتغلب في كل الأحوال، ذلك لأنهم شعروا تماما بأن هنالك تكلفة باهظة
تكلفة ليست من الناحية المادية، وإنما من ناحية التكلفة حتى من الأرواح، يعني فقدوا هم أيضا أرواح أولئك الإرهابيين الذين بعثوا بهم إلى هذه المحرقة في سوريا. أعتقد التكاليف باهظة أيضا حتى سياسيا، لأنهم شعروا بعزلتهم من قبل العالم العربي ومن قبل العالم التقدمي ككل. يعني هنالك بعض دول العالم بدأت تنظر إلى دول الخليج بمنظار آخر، بدأت تنظر إلى أمريكا بمنظار آخر. الشعوب ليست مغفلة أستاذ حسين، ربما قد نجد بعض الحكومات التي تقف في المواقف المخجلة والمخزية، لكن شعوبها دائما كانت ضد وتبقى ضد هذه السياسات الرعناء التي تتهجها هذه الحكومات. والدليل على ذلك أستاذ حسين أن معظم الدول في أمريكا اللاتينية هي داعمة لسوريا، أن الصين قد غيرت موقفها بشكل جذري باتجاه دعم سوريا، هنالك موقف ثابت ترى الصين ويشكر عليه من قبل روسيا، هنالك دول عربية تقنية أستاذ حسين، لو أتيح للعراق أن يتخلص من هذه الجراثيم التي توجد الآن في شمال العراق لأمكن بالتأكيد أن يبعث بجيشه للقيام بواجبه تجاه أشقائه في سوريا. ليست القضية قضية أنه نظام عراقي ونظام سوري، وإنما قضية مصير مشترك واحد يجمع الشعب العراقي والشعب السوري، هنالك خطر محدق بهذين الشعبين، علينا أن نتعاون في سبيل القضاء على هذا الخطر. أعتقد أستاذ حسين مجمل الأوضاع تشير إلى أن إلى إفلاس هذه القوة التي تراهن على القوة، الإفلاس واضح تماما. وعلى هذا الأساس أعتقد أن ما يحصل الآن في صح البرنامج السياسي التي وضعته سوريا هو الذي سيأتي بالنتيجة التي ننتظرها. وأنا أؤكد لكم أستاذ حسين لن ينتصر غير السلم، ولن ينتصر غير العقل، ولن ينتصر الإرهاب مهما تمادت القوى التي تدعم هذا الإرهاب في الدنيا. طيب تبقى معنا دكتور أسامة، تبقى معنا أيضا سيادة اللواء، فاصل قصير وشكرا وننتقل إلى ملفنا الثاني. تتواصل أكاذيب الغرب لتسويق أهدافهم المشبوهة ضد السوريين، فمن فبركات وسائل الإعلام الغربية المستمرة ضد سوريا الوطن والشعب إلى آخر نماذج الكذب ما تسمى منظمة القبعات البيض، منظمة وصل الإجرام بها وبمشغلها إلى فبركة مقطع مصور يحاول فيه مسعفون مزعومون تقديم المساعدة لأطفال ميتين حقا بطريقة مشوهة ومهددة أساسا للحياة البشرية، وهو ما فندته منظمة أطباء سويديون لحقوق الإنسان في تقرير نشرته مؤخرا، في مشهد يجدد الإشارة إلى الأهداف الغربية من وراء منح منظمة مشبوهة التمويل والممارسات كالقبعات البيض جائزة الأوسكار في آخر حفل توزيع جوائز. إذن فضائح الغرب تتوالى آخر فصولها، كشفته منظمة سويدية فندت أحدث الفيديوهات التي عرضتها منظمة ما يسمى القبعات البيض الإرهابية جبهة النصرة بحلتها الإنسانية. المنظمة السويدية المختصة بحقوق الإنسان أشارت بالدلائل لكذب منظمة القبعات البيض ومن يقف وراءه. نتابع. منظمة أطباء سويديون لحقوق الإنسان تندد بأفعال منظمة الخوذ البيضاء التي ظهرت في فيديو بشع يتم فيه التلاعب بأطفال ميتين
لفبركة هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية، وذلك بغية تسهيل منطقة حظر طيران في سوريا. تحت هذا العنوان كتب الطبيب البروفيسور مارسيلو فيرادا دينيلو رئيس المنظمة مقالة فند فيها بشكل علمي وبمساعدة أطباء مختصين أحد المواد الدعائية التي استخدمتها منظمة ما يسمى الخوذ البيضاء. يقول البروفيسور دينيلو إن دراسة الفيديو الأخير للمنظمة المزعومة التي أجراها أطباء سويديون مختصون في مختلف الفروع الطبية بما في ذلك طب الأطفال كشفت أن الإجراءات المنقذة للحياة التي ظهرت في الفيلم غير صحيحة ووهمية بل ومهددة للحياة بما في ذلك تمثيل الإسعاف بنية الإنعاش التي جرى استخدامها على أطفال ميتين أصلاً. أطباء سويديون مختصون وبارزون أكدوا أن التدابير التي تم عرضها في الفيديو الدعائي للمنظمة الإرهابية غريبة ولا علاقة لها بالطب. بعد تفحصي لمادة الفيديو وجدت أن التدابير التي تم القيام بها على هؤلاء الأطفال وبعضهم فارق الحياة تبدو غريبة ولا علاقة لها بالطب ولا بإنقاذ الحياة، بل على النقيض من ذلك تماما لها مفعول عكسي من ناحية إنقاذ حياة الأطفال. من أجل القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي لابد من التوقف برها ثم المتابعة فورا، الأمر الذي لم يحصل في الفيديو. وفي من شغل العالم ومنه مجلس الأمن الدولي بالمناظر التي أريد لها أن تكون مروعة بطريقة دعائية فندت المنظمة السويدية الصوت المرافق في المقاطع المصورة. فهذا طبيب يتساءل. الصورة الأم تحت والولاد فوق، أم تحت والولاد فوق، أم تحت والولاد فوق. الأداء الأسود النوايا والسيء التمثيل للمنظمة التي لا تحمل من البياض سوى اسمه تزامنا مع تجدد الدعوات من قبل أعداء سوريا لفرض منطقة حظر جوي في مناطق الشمال السوري، رابط لا يبدو مستغربا في ظل التسويق العالمي المقيت لمنظمة ممولة خارجيا ضد الشعب السوري، تسويق وصل حتى منحها جائزة الأوسكار ربما عن أفضل أكذوبة لخدمة مصالح الغرب. أجدر الترحيب بضيوفنا الكرام. معنا في الاستوديو اللواء المتقاعد محمد عباس محمد الخبير العسكري والاستراتيجي، ينضم إلينا أو موجود معنا الآن الدكتور وسام جواد الخبير في الشؤون السياسية والروسية، انضم إلينا الآن في الاستوديو زميل مضر إبراهيم رئيس قسم الإعلام الإلكتروني في قناة الإخبارية السورية. مساء الخير لضيوفنا الكرام. استاذ مضر، ضعنا بتفاصيل أولا التقرير الذي نشرته جبهة النصرة بحلتها الإنسانية المنظمة قبعات البيض، بعد ذلك ماذا ردت المنظمة السويدية؟ بداية مساء الخير لك وضيفك الكريمين أستاذ حسين. أنت عارف حسين نحن في الإخبارية السورية كنا فتحنا ملف القبعات البيضاء أكثر من مرة، وشخصيا أنتجت فيلم وثائقي، وفي اليومين الماضيين رد صالح رئيس منظمة القبعات البيضاء على الإخبارية السورية واتهمنا بأننا يعني من الطبيعي أن يقول إعلام النظام أن منظمة القبعات البيضاء هي تستحق جائزة أوسكار باعتبارها بارعة ويعني لديها إمكانيات كبيرة في التمثيل. الآن كما ورد في التقرير وكما شاهد السادة المشاهدون الكلام ليس لمضر إبراهيم أو لحسين فياض أو الإخبارية السورية، الكلام من أطباء سويديون ومختصون، يعني هم ليسوا مسيسين بشكل أو بآخر، هم أحد الطبيبات هي مختصة في الطب العام، والتقرير الذي يعني ورد أو سلط الضوء عليه التقرير الذي ورد منذ قليل يتحدث عن مادة في المية كانت القبعات البيضاء عرضتها في عام 2015 إبان حادث هجوم مزعوم على منطقة سرمين. طبعا هذا الفيديو أعيد تدويره أو أعيد استخدامه في جلسة لمجلس الأمن في منذ شهرين تقريبا، وأيضا في سياق تقرير للهيومان رايتس ووتش في 13 شباط الماضي، وذرفت سامانثا باور دموعا كثيرة على هذا التقرير. طبعا عندما عرض على المجتمعين في جلسة مغلقة لمجلس الأمن لم يتم ترجمة الفيديو، وعرض بكل ما فيه من المؤثرات المسرحية التي كان تبدو، طبعا نحن لم نشأ أن نعرض مقاطع كثيرة من الفيديو لأنه فعلا مثير يعني المشاعر، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعني يعرض على شاشة التلفزيون. أخذوا الأوسكار تماما. فالموضوع باختصار هو أن هم يدعون أنهم كانوا يقومون بعملية إنعاش بتقنية تسمى CPR يعرفها الأطباء بكل تحديد، أو الكارديوبولمونري ريسوسيتيشن. هذه التقنية التي ظهرت في مقطع الفيديو طبعا الذي عرض منذ قليل
يقوم أحد المسعفين الذين ينتمون إلى القبعات البيضاء بغرز الإبرة في قلب الطفل. طبعا هذه الآلية معروفة في الطب، آلية حقن جرعة الأدرينالين التي تحتوي تقريبا على 1 ميلي جرام، ولكن لها أصولها ولها تقنياتها. يعني عندما شاهدت طبيبة واسمها لينا أوسكي على ما أعتقد السويدية للوهلة الأولى كتبت في سياق التقرير الذي أعده البروفيسور ماتشيلو وهو رئيس المنظمة، صاحت للوهلة الأولى أنه يعني يا إلهي لو كان الطفل حقيقة حيا لكان توفي من جراء هذه أو هذا الإجراء الذي قام فيه هذا المسعف بين قوسين المنتمي للقبعات البيضاء. عدا عن ذلك عملية ترتيب الجثث والاهتمام بالكاميرا وبالتصوير، يعني حتى كانت ملاحظة يعني جديرة باهتمام من كاتب المقالة أنه يعني كيف يقوم أحد الذين من المفترض أنهم مشغولون بعملية إنقاذ أطفال يعني في لحظات يمكن أن يتوفى أي طفل منهم بعملية اهتمام بالتصوير وبترتيب الجثث، حتى كما ورد في التقرير هناك مقطع يقوم بوضع الأطفال الأم من تحت والأطفال من فوق. بغض النظر عن كل هذا، أنت تعرف أن موضوع القبعات البيضاء هو جزء من كل من سياق يعني الدعاية الغربية التي كانت عبر 6 سنوات تستخدم الأطفال منذ الطفل عمران إلى الطفل إيلان إلى بان العابد إلى كل الأسماء التي ذكرت. يعني على سبيل المثال أنت تذكر ويذكر أستاذ المشاهدون جميعهم الطفل إيلان الذي وجد غريقا على أحد شواطئ تركيا. هذا الطفل عمته واسمها تيما الكردي وهي مقيمة في كندا قامت بالتواصل مع السيناتور تولسي جابارد سيناتور أمريكي تماما وأرسلت لها رسالة ثم التقت بها وأكدت يعني كانت موضوعية في كلامها عن سوريا ودعت للسلام وإلى عدم استثمار الطفولة في سياق الحملة الدعائية المغرضة ضد سوريا. وكل القصص قصة عمران مثلا فضحت، أحد الذين صوروا يعني الطفل عمران لاحقا تبين أنه هو أحد أعضاء القوة البيضاء التي هي فرقة إنقاذ داعش والنصرة، وفندنا ذلك في أكثر من مكان وأغلب أعضائها ذكرناهم بالاسم معاوية حسن آغا معد باريش وهناك أسماء كثيرة هم أشرف على تصوير قتل الطفل عبد الله عيسى. صحيح صحيح بالضبط. فالموضوع هؤلاء يعني الجبهة أغلب أعضائها منتمية إلى جند الأقصى بالتحديد التنظيم جند الأقصى الذي هو فرع من جبهة النصرة. طيب كذبة جديدة تفاصيل جديدة بتصل فيهم القباحة إلى أن هنالك لديك جثمان لطفل تقوم بالتمثيل عليه والتصوير حتى تسوقه بشكل أو بآخر، وكما يقول مضار ليست الإخبارية السورية ما تتحدث بهذا الشيء بل منظمة سويدية وغيرها عشرات المنظمات فندت هذه المجموعة الإرهابية التي تدعي بأنها منظمة إنسانية. يعني السيد مضار ذكر السيدة تولسي جابارد فأنا أضيف إليه فانيسا بيرلي وإيفا بارتلت الكندية وكاثرين لست أذكر اسمها الآخر وكثيرات وكثيرون أيضا ممن تحدثوا عن مسألة التضليل الإعلامي. أنا أتحدث عن هنالك عنوان موجود على اليوتيوب باللغة الإنجليزية Why is everything you hear about Aleppo is wrong؟ لماذا كل شيء تسمعه عن حلب هو كله كذب أو ما يمكن أن نسميه بالتضليل الإعلامي أو misinformation propaganda؟ يعني لماذا كل شيء يرد عن هؤلاء هو كاذب؟ بمعنى آخر دائما هم وظفوا الإعلام توظيفا صحيحا. هنالك قوى في هوليود جاهزة ووفرت لهم كل الشروط من اليد الخبيرة ومن الأدوات ومن الأفكار ومن البيئة والمكان، ولديهم البيئة الكاملة لكي يصوروا ما يشاءون وما يريدون ولكي يحاولوا إقناع الآخر. والحقيقة اسمح لي أن أقول تمكنوا من إقناع الكثيرين بداية أنهم على صواب وأن هذه القبعات البيض فعلا هي يعني استطاعت أن تستقطب الكثير من عاطف العالم، حتى إذا ما ظهرت فعلا فانيسا بيلي وشرحت لهؤلاء الناس أنه واليوتيوب موجود على الإنترنت يستطيع من يشاء تحت هذا الاسم فانيسا بيلي وأن يجد الكثير من التلفيق والكذب والتهويل الإعلامي، وهذا ما دأبت عليه المجموعات المسلحة. حقيقة رصيدهم هزيمة افتراضية، هم أرادوا أن يهزمونا افتراضيا، هم أرادوا أن يسيطروا علينا افتراضيا. والكثيرون يعني عندما قناة الجزيرة الخنزيرة يعني أو العبرية القنوات الخليجية هنالك كثير من القنوات التي امتهنت هذا الكذب والتلفيق الإعلامي وربما استطاعت أن تكذب كثيرا لكنها لن تستطيع أن تكذب إلى آخر الطريق، فهنالك نقطة انعطاف سوف توضح كل شيء ويظهر الحق إن شاء الله. دكتور وسام تعليقك على ما تم عرضه بالتقرير الذي عرضناه قبل قليل وعلى كلام ضيوفنا في الاستوديو.
طبعا استاذ حسين، حسب ما قلت لك اني انا كنت اشتغل في مجمع العيادات في مصراته لمده 10 اعضاء في المستشفى المركزي، اعتقد ان كل ما قيل عن هذا الفيديو الملفق هو صحيح، لانه كان من الواضح تماما بانها عباره عن عمليه رخيصه تقوم بها هذه الاطراف في سبيل تشويه حقائق. يعني لا يحتاج الانسان ان يكون طبيبا بالذات، ولكن يكفيها ان يستوعب بعض المعلومات الاوليه في الطب لكي يعرف بان هنالك عمليه تافهه يقوم بها هؤلاء. استاذ حسين، اود اقول لك بان طفوله قصيره ربما يعني احب ان اذكرها لكم. نعم. يقال ان في احدى القرى اخذ احد السكان هنالك ينادي الاهالي بان هنالك اسد سياكله وعليهم ان يخرجوا لمساعدته، فخرج الناس لمساعدته واذا به يقول كنت اضحك لا اكثر ولا اقل، ثم كرر الامور من مره ثانيه وصاح ينادي يا جماعه انقذوني الاسد جاني، فخرج الناس اليه بالمره الثانيه، وفي المره الثالثه ايضا كرر العمليه فلم يخرج الناس وكان هنالك اسد فعلا واتهمه. ما اود قوله ان حمل الكذب قصير استاذ، يعني ان كنت لا تستحي فافعل ما شئت وقل ما شئت. هؤلاء لا يستحون، هؤلاء لا يخجلون، هؤلاء كل الامور التي ممكن ان نصفها يعني بالسواد تنطبق عليهم تماما. فأستاذ حسين، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. علينا أن لا نهتم بما يقول هؤلاء وما يحاول قدر المستطاع أن يشوه هؤلاء، فاتركوهم لأن هنالك حقائق يمكن أن تكشفها أكثر وأكثر. لا داعي لانشغالنا بهؤلاء السفلة لأن كذبهم كبير وجرائمهم أكبر وانتماءاتهم غير الأخلاقية وغير الإنسانية للصهيونية واضحة. وعلى هذا الأساس أنا في تصوري لا داعي لإعطاء القضية هذا أكثر مما تستحقه. هؤلاء سفلة ومجرمون ولا يمكن الأخذ بما يقال وأخذوا الأوسكار. دكتور وسام، أقول لك وأخذ الأوسكار أيضا. بالضبط أستاذ حسين، ليش لا؟ يعني إحنا لا نستغرب إذا أخذوا الأوسكار طالما أن الصهيونية هي التي تسيطر على هذا الأوسكار، وطالما أن الصهيونية هي التي تسيطر على الولايات المتحدة، وطالما أن الصهيونية هي التي تمول هؤلاء الإرهابيين، فلا غرابة أن يكون هنالك أوسكار لهؤلاء المجرمين أستاذ حسين. استاذ مضر، خليني اعود مره اخرى، في اجراءات يمكن ان تتخذها هي المنظمه السويديه او غيرها من المنظمات حتى يتم محاسبه هؤلاء الارهابيون او ملاحقتهم؟ نعم. لانهم الان يتحركون دوليا. نعم. في عدد من الدول في العالم. فقط تعليق بسيط، هم اخذوا الاوسكار واخذوا جائزه نوبل البديله، هم كانوا مرشحون لجائزه نوبل الاساسيه. نعم. فحصلوا على جائزه نوبل البديله في السويد نفسها. نعم. في موضوع ملاحقه القبعات البيضاء، هناك الحقيقه عمل يجري وتقوم به بشكل خاص الصحفية الاستقصائية بني سبيلي في موضوع بالتحديد، وهو انتحال صفة الدفاع المدني السوري، وهو الاسم الثاني لهم أو الذي انتحل لهم. صحيح. الدفاع المدني السوري، والدفاع المدني السوري منظمة سورية أسست عام 1953 في سوريا. نعم. وهي عضو في منظمة ICDO، منظمة العالمية للدفاع المدني، منذ عام 1973 ومعترف فيها بالأمم المتحدة. وقد كان يعني وضعت خطأ في مرة من المرات رابط القبعات البيضاء بدل دفاع المدني السوري الحقيقي، وقامت بني السبيلي وقمنا ايضا في الاخباريه السوريه في مشاركه بحمله استعاده موقع الدفاع المدني السوري الحقيقي. تم استعادته بالضبط واعتذرت المنظمه. ما اريد ان اقوله حسين، يعني قد يقول قائل او يسال سائل في هذا السياق، انه هناك صور وهناك مواد وهناك اطفال يعني متوفون، كيف تمت هذه الصور ومن اين اتوا بها؟ حقيقة من يرجع يعني إلى سياق حملة الدعاية والتضليل التي تمت في سوريا في الست سنوات الماضية، يعرف أن هناك ما يسمى مصطلح يستخدم كثيرا في الإعلام البديل الغربي، يسمى الفولس فلاج أوبريشن أو العمليات الكاذبة. نعم. بمعنى هم أحيانا يقومون بقتل حتى مناصرين لهم أو غير مناصرين من أجل تشجير هذه العمليات سياسيا وإعلاميا. والقبعات البيضاء لها تاريخ كبير جدا، يعني على سبيل المثال أنا أعطيك، يعني حين نتحدث نحن يقولون أنكم إعلام النظام أو إعلام الإخبارية السورية أو إلى آخره. الهجوم الكيماوي المزعوم في الغوطة الشرقية في 21 آب 2013. صحيح. هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط خرجت صحيفة الهائرس الإسرائيلية وأكدت أن التقرير أو الاتهامات التي سيقت ضد الدولة السورية كانت مدعومة من معلومات يعني قدمتها وحدة الاستخبارات الإسرائيلية، الوحدة 8200 وحدة التنصر، وأكدت هذا التقرير، تقرير هائرس أكدته صحيفة الفوكس نيوز بعد أسبوع بتاريخ 28 آب 2013. إذن هذه المعلومات ليست
يعني من الإخبارية السورية أو من مضر إبراهيم أو من حسين فياض. وعدا عن ذلك هناك تقرير لمعهد ماساتشوستس الأمريكي أيضا فند بشكل هندسي وعلمي موضوع عملية إطلاق الصاروخ والأبعاد والمسافة التي حددها ب2 كيلومتر، تقرير الأمم المتحدة أيضا. إذن هناك معلومات كثيرة تفند كل الأكاذيب التي سيقت ضد سوريا. أما في موضوع القبعة البيضاء كما قلت هي قدمت على أساس أنها منظمة مستقلة حيادية غير منحازة. طبعا نعرض الآن صور على الشاشة تبين من هم أعضاء هذه المنظمة وكيف هم مع الإرهابيين وكيف يرتدون القبعات البيضاء فيما بعد وغيرها من التفاصيل. سيادة اللواء حدثنا بهذه النقطة وخلونا الصور بهذا الكادر إذا يسمح لنا زميلنا المخرج النابغ. سيدي الكريم، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، نعم، القبعات البيض ثبت تماما أنها قد أنشئت بفعل الضابط البريطاني جيمس لومزريه. هذا حصل على دعم مالي بقيمة حوالي 100 مليون دولار، 23 مليون دولار منها من الولايات المتحدة الأمريكية والباقي من اليابان ومن هولندا بريطانيا وبريطانيا. جيمس هذا عمل على تأسيس هذه المنظمة في تركيا ودخلت إلى مناطق عمل في منطقة إدلب، واستطاع أن يسوق هذه دور هذه المجموعة من خلال الصور. لنتحدث عن هذه الصور. صورة تبدو لك على أحد اليوتيوبات، في اليوتيوب هذا الداعشي أو هذا الداعشي نسميه الداعشي يحمل طفلة تحمل فستانة من لون معين. نعم. في يوتيوب آخر في مكان آخر في انفجار آخر في تفجير آخر يحمل نفس الطفلة. نعم. إذن وفندها البروفيسور الأسترالي تيم أندرسون. إذن هنالك يعني عبث في الصورة، هنالك اعتداء على الحالة الإنسانية. نعم. لاحظة جديرة بالاهتمام أن معظم المنقذين لديهم من تم إنقاذهم هم من الأطفال الذين يسهل حملهم ويسهل عرضهم أمام الكاميرا، وهذه مسألة جديرة جدا أعتقد. ويسهل الوصول إلى قلوب الرأي العام في الغرب عن طريق يسهل مخاطبة الرأي العام العالمي. يعني هنالك الكثير ممن يريد أن يبحث على اليوتيوب ليجد كم هو كان عميقا تضليل هذه الوايت هيلمتس. ببساطة عين الفيشي من قام بتلويثه يرتدي نفس القبعة للوايت هيلمتس. القبعات البيض. إذن دورهم كان واضحا. اسمح لي في مسألة الموضوع الكيميائي. في موضوع الكيميائي هنالك الكثير من التقييم في هذه المسألة. وضع الشريط الذي يتحدث عن استخدام الكيمياء في الغوطة السورية وضع على الإنترنت قبل 19 ساعة من إعلان التنفيذ. بمعنى آخر هنالك من جهز وحضر بث الفيلم قبل أن يعني قبل توقيت تنفيذه ب 19 ساعة. كان موجود على النت. ايضا وجود اطفال في توقيت معين وبرصف معين وبواقع هندسي معين. فقط موجود الاطفال. ماذا يفعل الاطفال بمفردهم في هذه الليله في وقت متاخر. ايضا مساله اخرى، هنالك اطفال ظهروا في فيلم او في صوره في منطقه عربين، هم نفس الاطفال وجدوا في زملكا، وجدوا في مناطق اخرى في عده مناطق، ام تبحث عن ابنائها في منطقه وفي مناطق اخرى شتى. يعني تعدد الصور او وضع الاخرين بمشكله. عندما سئل هؤلاء الاطفال الناجون منهم بين قوسين عن كيف استخدم الكيميائي، لم يتحدث احدهم عن الكيميائي، تحدثوا عن حرب، تحدثوا عن قتال، لم يتحدث عن نقطه اختناق. ايضا الزارين، اختلاجات الزارين وهذا مثبت، الاختلاجات تختلف عن استخدام يعني كيميائيا تختلف، وبالتالي الحركات التي كانت تظهر على الأطفال هي غير منسجمة مع مفرزات ومعطيات استخدام الزارين أو المواد الكيميائية. طيب دكتور وسام، طبعا هذا كله يذكرنا بكبيرهم الذي علمهم السحر منذ أيام كولن باول حينما حمل الصور التي عرضها بمجلس الأمن وقال بأنها لأسلحة الدمار الشامل العراقية، وتباكى العالم كله أجمع وتم تدمير العراق بشكل كامل بسبب كذبة اعتذر عنها بعد ذلك كولن باول ولم يذكرها أحد ولم يحاسبه أحد على ذلك. في طريقة لمحاسبة هؤلاء الإرهابيين؟ أستاذ حسين، من الجميل والرائع أنكم تذكرتم هذا المثل. هو في مكانه المناسب وفي وقته المناسب. وأنا أضيف على ما تفضلتم به وأذكركم بهذه العجوز الشنطاء والبرايت، عندما قيل لها بأن 500,000 من أطفال العراق قد أبيدوا قالت لا يهم ذلك، وهذا هو ثمن النصر الذي يجب أن نحققه هناك. صحيح. تصور 500,000 طفل. طيب انظروا إلى ما يحدث الآن في اليمن، هنالك صور عديدة لأطفال اليوم وهم تحت الألقاب.
لماذا لا يذهبون إلى هناك ويصورون الصور وينقلوها إلى هؤلاء السادة الذين امتعبوا مما مثل على الأقل وأي تمثيلية كانت واضحة؟ أعتقد أن الأكاذيب في السياسة الأمريكية ليست جديدة، وهذه السياسة يعني تثبيتا لما قيل اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، ولكن المتغيرات كثيرة. الواقع الذي نعيشه يعني التطور الفكري للإنسان على الأقل في القرن 21 قد وصل بحكم التكنولوجيا اللي موجودة ألا يمكن له أن يصدق ما يقال له. أعتقد أن الولايات المتحدة قد يئست من هذه السياسة السياسة المغفلة في الواقع في أن تحاول قدر المستطاع أن تكذب على الناس. هذا الكذب يمكن أن يمر هنا وهنا على المغفلين والبسطاء وحتى على عملاء أمريكا والمتابعين لها، ولكن لا يمكن أن يمر على العقول الطيبة على العقول النيرة من الناس. أستاذ حسين، أعتقد هذه السياسة الهوجاء السياسة التي تتبع الولايات المتحدة لن يقتكون هناك، وعلى الأساس أنا أقول وقلتها سابقا، القافلة تسير ولا يهمها سعار ونباح الكلاب. فلتسر قافلة سوريا إلى الأمام نحو تحقيق الإنجازات التي هي عليها في الوقت الحاضر حتى تحقيق نقل نصر المؤزر بوجود الحلفاء. وأنا واثق أستاذ حسين من هذا الإنجاز والذي يمكن أن تحققه، ولتذهب أمريكا وحلفائها وذيولها إلى الجحيم بكذبها. أشكرك على وجودك معنا عبر خدمة سكاب موسكو الدكتور وسام جوال الخبير بالشؤون السياسية والروسية، شكرا جزيلا لك. بدقيقة واحدة أستاذ مضر، كيف يمكن أن يميز المشاهد العادي المشاهد الذي يتابع شاشات الإعلام بأن هذه الصورة حقيقية أم مفبركة، وماذا يمكن أن يفعل في هذا السياق؟ في الحقيقة يعني من الصعب التمييز، ولكن المطلوب دائما هناك البحث والتعب إذا كان الإنسان يعني يسعى وراء الحقيقة بشكل مطلق. يجب أن يدقق ويعني يفند ويستخدم يعني مبدأ البحث العلمي أو البحث وراء كل صورة وكل فيديو وكل مقطع. هناك يعني إذا سمحت لي فقط في بعجالة حسين، هناك حادثة حصلت في أورم الكبرى عام 2013 في وقدمت على شاشة البي بي سي في اليوم الذي تم فيه التصويت في مجلس العموم البريطاني على أساس أنها حادثة هجوم بالنابالم تقريبا بعد 10 أيام من حادثة الغوطة الشرقية. والآن يتولى التحقيق فيها شخص كان ضيفا لدينا على الإخبارية السورية اسمه ريوت ستيوارت، وهي الآن محل نزاع قضائي بين قناة روسيا اليوم وقناة البي بي سي بسبب يعني كم الأكاذيب التي يعتبرها روبرت ستيوارت أكبر كذبة في تاريخ الإعلام البريطاني على الإطلاق. لأنه في هذه المسألة هو يعني شبه متيقن ولديه قرائن أن هناك كومبارس وهناك أطباء مختصين بخلق التشويهات الموائمة للحروب أحضروا إلى منطقة أورم الكبرى لخلق، يعني هناك فرق بين أن يكون لديك خبر كاذب وتنقل الخبر الكاذب أو الخبر بشكل كاذب، وفرق بين أن تقوم بصنع المسرحية أو صنع المادة. هو يعتقد أنهم البي بي سي فريق البي بي سي مع طبيبة إحداهما من أصل باكستاني وأخرى من أصل سوري أتوا من أجل صنع هذه المسرحية. يعني فعلا من يدقق بموضوع الأكاذيب التي سيقت على سوريا في هذه الستة أعوام أعتقد أنه لم يجري في التاريخ مثل هذا الضخ وتلك الدعاية والقصف بسليات الأكاذيب التي تمت على سوريا. لذلك مطلوب من كل من يبحث عن الموضوعية والحقيقة أن يبحث ويتعب قليلا في ولا يرتكن إلى الشعور الأول أو المبدأ الذي ينتاب المرء حين يشاهد أي مشهد إنساني. يعني طيب طبعا لدينا في المنطقة الآن الصورة واضحة، لكن في الغرب هناك مشاكل، هناك عدم إيضاح للصورة، ليس الكل يتابع ما ينشر ويكشف الزيف في الحقائق. نحن ما الطريقة ماذا يجب نحن أن نحن أمام معضلة كبيرة. فوكس نيوز وسي إن إن ومحتوى بي بي سي ومختلف وسائل الإعلام تقع تحت الهيمنة العالمية لأصحاب الإعلام جورج سوروس. الحقيقة هذا الإعلام حقيقة ليس بيدنا، هو بيدهم. لينسي سياتو لينسي جراهام لينسي جراهام كان يقول، وحدثني أحد أصدقائي من لاس فيغاس قال لي سمعته بأذني يقول إن النظام السوري يقوم بقتل المسيحيين في سوريا. فذهب إليه وقال له يا سيد لينسي هذا كلام غير صحيح وأنا من السوريين. قال له إنك لا تعرف ماذا يجري على الأرض. إذن أمام البروباغندا، أمام حجم التضليل والكذب والنفاق، هم يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون. المشكلة كيف لنا أن نصل إليهم. أنا في تصوري وفي رأيي الشخصي يستطيع كل منا أن يستخدم الفيسبوك
استخداما صحيحا. نعم. نستطيع أن نؤثر في الرأي العام، نستطيع أن نغير. لماذا يعني هذه التقانة الموجودة بين أيدينا لماذا لن ننتقل بها انتقالا إيجابيا فتحقق لكل واحد منا منصة التواصل مع الآخر؟ نعم. لدينا الكثير من يمتلكون اللغة، من يمتلكون أدوات التواصل، لدينا أصدقاء وأقارب، ولدينا يعني نستطيع يعني عندما نقول إننا عندما توجد الإرادة يوجد الطريق. هذا في نعم. الوصول إلى الآخر فنستطيع أن نجد الطريق الذي يحقق لنا نعم. أن نكشف عن قضيتنا، أن نوضح قضيتنا. نحن فعلا ضحايا لعدوان أمريكي يستهدف المنطقة والعالم. أشكركم. جملة أخيرة فقط حسين اسمحت لي باختصار. يعني باختصار شديد. نعم. ذات مرة تكلم الدكتور أشبيوني هنا على الإخبارية السورية وقال كلمة أنا أراها جدا مهمة، الصمود بيجيب نتيجة. نعم. صمودنا يعني سوف يدحر وسوف ينهني كل هذا الكذب. يعني هم أقوى منا إعلاميا على الإطلاق وماليا، ولكن الصمود سوف يقطع حبل الكذب. أشكركم على وجودكم معنا، رئيس قسم العمل الإلكتروني في الإخبار السوري الزميل مدر إبراهيم، وسيادة اللواء محمد عباس محمد خبير عسكري واستراتيجي. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. أبرز الأحداث في هذه المتابعة. اعتقال إرهابي في قرقيستان جند أشخاصا في التنظيمة الإرهابية في سوريا. الصين تطور طائرات شبح دون طيار لتفادي الصواريخ المضادة للطائرات. استطلاع للرأي يظهر تقدم المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبين لأول مرة. الهند تعرب عن استعدادها لتطوير مقاتلة من الجيل الخامس مع روسيا. إعصار في مدغشقر يسفر عن مقتل 5 أشخاص. ذاكرة الحدث لهذا اليوم 9 من آذار. في مثل هذا اليوم من عام 1919 اندلاع ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت باسم ثورة 1919. في عام 1945 الطائرات الأمريكية تشن هجوما على اليابان حيث أسقطت على العاصمة طوكيو قنابل تزن نحو 2000 طن، وأدى ذلك إلى مقتل ما يقارب 130,000 مدني. في عام 1956 المملكة المتحدة تنفي الزعيم القبرصي مكاريوس الثالث إلى جزيرة سيشيل. وفي عام 1973 شعب إيرلندا الشمالية يصوت بأغلبية ساحقة على البقاء ضمن المملكة المتحدة. وفي عام 2015 الطائرة الكهربائية سولار أمبلس 2 تقلع من أبوظبي للقيام برحلة حول العالم من دون وقود. قبل الختام تذكير بالعناوين. وحدات الجيش العربي السوري تستعيد مضخة مياه الخفصة شرق حلب وتكبد الإرهابيين خسائر كبيرة على أكثر من محور. كازاخستان بانتظار تأكيد موعد أستانا 3 وديمستورا يدعو لجولة جديدة من حوار جنيف 23 من الجاري. منظمة طبية سويدية تفضح بعضا من جرائم وأكاذيب ما يسمى القبعات البيض. استديو الحدث انتهى لهذا اليوم. تحية من فريق العمل، أعود وألقاكم عند 9. حياكم الله.